حنروح لتاني محطاتنا لليوم اكيد كمان بتخص وبتهم الاطفال. الاسره هي المصدر الرئيسي للعاطفه، المحبه والامان والحنان، لكن كثير من الاهل بتسرقن ظروف الحياه وضغوطات الحياه لتترك بقلوب اطفالهم شعور بعدم الامان او شعور بعدم الحرمان، بعدم المحبه الزايده او يمكن الوحده او الحرمان العاطفي. اليوم الحرمان العاطفي بكثير من المشاكل اللي بيتعرض لها الطفل، مشاكل النفسيه، حتى ممكن توصل معه لمراحل متاخره من العمر. اليوم اللي عم يربى بحرمان عاطفي ممكن يتعرض لضغوطات كثير نفسيه توصل معه لمراحل لحتى يكبر. يا هايدي اليوم قديش في اشخاص فعلا حتى وهم كبار بيقولوا لك احنا عندنا حرمان عاطفي من احنا وصغار، ضلت معهم هي التاثيرات النفسيه، لكن كثير من الاهل ما بيدركوا هذا الشيء. اليوم للاسف الضغوطات مثل ما عم نذكر بفقرتنا الاولى وحتى بهالضغوطات الاهل النفسيه، الضغوطات الخارجيه عم تاثر، يمكن عم تخليهم ينسوا احيانا الاطفال او ما عم يعطوهم هي المحبه الكافيه. أو صحيح حنا. يا ليلى، يمكن لجانب انشغال الاهالي اليوم ومثل ما ذكرتي الظروف الصعبه اللي عم يمروا فيها، يمكن في نسبه من الاهالي ما بتعرف تعبر بطريقه صحيحه عن عاطفتها واهتمامها باطفالها، فهذا الطفل بينمى وبيكبر عنده نقص، عنده حرمان عاطفي. فاليوم اكيد الحرمان العاطفي هو من الجوانب الحساسه بنمو الاطفال وبياثر بشكل كثير كبير وكثير سلبي على شخصيتهم وعلى مستقبلهم. تفاصيل كثير مهمه رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الاستاذه نغم طربي، اختصاصيه تربويه واختصاصيه ايضا بصعوبات التعلم. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. طبعا هذا الموضوع كثير مهم وكثير من الاطفال بيعانوا من هذا الشيء، لكن القليل من الاهل ما بيدركوا هذا الشيء. هنن اكيد ما في اهل ما بيحبوا اطفالهم أكيد. اليوم يمكن هذا الشيء خارج عن ارادتهم. اليوم ظروف وضغوطات الحياه، طريقه التعامل يمكن اليوم بتختلف من اهل لاخر. اليوم الطفل بحاجه فعلا لمحبه لحنان ضمن هي الاسره لحتى فعلا يكبر وهو مشبع عاطفيا ومشبع حنان. خلينا بدايه نعرف شو هو الحرمان العاطفي. الحرمان العاطفي موضوع حساس وهو شيء كثير ضروري بحياتنا، ما مرتبط بعمر معين او فتره معينه. نحن كبار بحاجه حب، حنان، عطف، اهتمام، احتواء لحتى نوصل لمرحله الاشباع العاطفي واللي هو قوام الاسره، هو الاساس، هو مفتاح العلاقات الاسريه الناجحه. دائما بنشوف الاسر اللي بتسود فيها المحبه هي عائلات ناجحه. الاشخاص اللي عندها اشباع عاطفي بنشوف الاطفال الصغار اللي بيكون عندهم او حتى الكبار عندهم اشباع عاطفي هن اشخاص اكثر اتزان، اكثر وعي، اكثر حنان، حب. دائما هن اخذين هاد مشاعر العطف والحب فهن عم يعطوا. دائما انا بقول انه الاطفال هلق في كثير من الاهل مثلا لما من خوفها على اطفالها لما بدها تجي تسجلهم بالروضه بيكونوا حريصين دائما على مشاعر اطفالهم. فانا دائما للاهل باكد لهم انه انا بضمن الطفل 100% انه هو يكون مبسوط عندي بالروضه لسبب واحد، لانه نحن لما بيدخل الطفل لعندي على الروضه انا بتعامل بمحبه معه، بعطيه مشاعر الحب، بعطيه مشاعر الامان لحتى هو يعتبر حاله موجود ببيته، ببيته الثاني، حتى موجود هو ضمن كادر عندهم عطف، عندهم حنان، قادرين انهم يعطوا بطريقه صحيحه. فموضوع الموضوع العاطفي دائما او الحرمان العاطفي عند الطفل رح ياثر على شخصيته لبعدين، عم بتسبب له مشاكل كثير كبيره بحياته، لانه اذا ما هو ما عنده هذا الاشباع العاطفي هذا الشيء عم بيسبب له مشاكل عم تستمر معه مدى الحياه. بعدين بدنا نحكي عن الفرق بين فاقد الشيء والمفتقد للشيء. هذا دائما بنقول نحن فاقد الشيء لا يعطيه. صحيح هو فاقد الحرمان العاطفي هو ما رح يقدر يعطيه. انا شخص مثلا عم بفتقد للحب والحنان بحياتي، طبعا مو انا هو مثال. فهذا الشيء عم بخليني انا كبرت بشخصيه قاسيه، بشخصيه كثير صعبه، صعب التعامل معها. فهون انا فاقده لهي المشاعر العاطفيه. فينا نقول مثل ما بيربى الواحد بيعكس هذا الشيء، بيربي اولاده نفس الترتيب. انا وعيت على شخصيتي هيك اني انا قاسيه، متمرده، عنيفه، ف
فأنا هون ما بقدر أعطي هي المشاعر لأنه أنا بالأساس ما أخذتها. لكن مفتقد الشيء بمعنى أنه أنا شخص فقدت المحبة والاهتمام من أب وأم، كانوا كتير قاسيين بحياتهم، ما عاملوني بطفولتي بطريقة أو بمحبة، لكن أنا هذا الشيء بعدين اكتشفت أنه عم بيأثر على شخصيتي، عم بيأثر على حياتي لبعدين. فلما أنا مجرد أني أنا شعرت بهذا الفقد أو بهذا الحرمان العاطفي، هون أنا بكون حطيت إيدي على الوجع. فدائما نحن لما بنعرف أساس المشكلة فأنا رح أعطيه وبقوة، لأني أنا كشفت بعدين لما كبرت أدركت ووعيت أنه أنا هذا الشيء مفتقدته بحياتي، فأكيد رح أعطيه لأولادي، رح أعطيه للأشخاص الموجودين حولي، لزملائي بالشغل، لأي شخص ممكن أنا صادفه بحياتي. تمام. طيب اليوم أنا كيف بدي أعرف أنه طفلي اليوم عم بيعاني، عنده فراغ عاطفي؟ شو هي الأعراض أو الدلالات أو العلامات اللي ممكن تظهر عند الطفل، وخصوصا إذا عم نحكي عند أطفال بعمر كتير صغير؟ اليوم أنا كيف لازم انتبه إله مشان أعرف شو أتصرف؟ تمام. الإنسان هو كتلة من المشاعر والأحاسيس. إذا ما قدرت أتعامل معه وأتفاعل أو أتواصل معه بطريقة صحيحة، هذا الشيء رح يوصلني لمشكلة، ممكن تكون مشكلة نفسية، لأنه أغلب الأمراض النفسية هي انعكاس للحرمان. كيف بدي أعرف أنه هدول الأهل الأب والأم هن ما عم يعطوا بطريقة صح للطفل؟ لما بتظهر علامات، وأهمها هي الكذب. الطفل هو ما خلينا كلنا نتفق على شيء، الطفل ما بيكذب. الطفل هو عم بيعبر عن شيء، عم بيعبر عن مشاعر الحرمان لكن بطريقة خطأ. هو ممكن بيروح بيقول لأهله ضربوني، هاي الشغلة كتير بدي أكد عليها، وخصوصا لأطفال الروضة. تماما. بيروحوا بيقولوا ضربوني مثلا، رفيقي ضربني أو كذا، أو عملوا فيه هيك بالروضة. الطفل ما انضرب، الطفل ما انضرب، لكن هو بحاجة للأمان والطمأنينة. بهي الحالة لما بيجي ابني بيقول لي أنا ضربوني، ففورا بدي ضمه، فورا بدي طبطب عليه انه لا حبيبي، مين ضربك؟ شو عملوا لك؟ شو سووا لك؟ ولا بدي اعمل وساوي هنيك مثلا بالروضه، ليه هيك عملوا؟ او حتى بالمدرسه. فالطفل صارت عنده عاده لانه انبسط بهذا الاهتمام، هو ما لقى طريقه، هو مو ملاقي مبادره من الام او الاب بهذا الاهتمام او بهذا العطف، فهون أخذها عادة لإله. لازم ننتبه لهذا الموضوع. أو ممكن الطفل بيصور حاله أنه هو بطل، بنشوف الصبيان أنه أنا سبايدر مان، أنا قوي، أو البنوتة أنا سندريلا. لا تستحوذ اهتمام، أنه هن بيكونوا بحاجة للاهتمام، بحاجة للاعتراف بأنه هن أشخاص موجودين بحياتهم. والطفل بحاجة ل 25 ضمة بنهار. يعني نحن دائما لازم نضمهم ونعرفهم أنه أنا بحبك، لكن ما نبالغ، خير الأمور أوسطها. يعني أنا كمان ما كتير وصل لمرحلة الدلع بأنه وصله لمرحلة أنه هو حتى ما يقدر يعمل إشياء خاصة فيه. تماما. هاي النقطة كتير مهمة المساوى. أنا بدي أسألك عليها، لأنه كتير أهالي بيقولوا أنه هنون ما بيعتبروا حاله أنه عم يوصلوا الولد للحرمان العاطفي، هنون هيك تعاملهم معه، لأنه نحن ما بدنا يطلع ولد مايع، ولد مدلل كتير، كل حاجياته مأمنة بأي وقت بده إياه، هنون هيك بيعتبروا، هذا هو الدلال، أنه هنون أشبعوه عاطفيا. لكن هاي الأمور قديش إلى تأثيرات كمان سلبية. طبعاً. يعني إحنا اليوم لما نحكي عن الإشباع العاطفي بدنا نحكي من ناحية له تأثيرات إيجابية وأيضا له تأثيرات سلبية. أكيد. هلق نحن دائما الأهل الأخطاء اللي بيقعوا فيها أنه بيجوا بيقولوا لي أنا ابني كتير مدللته ومحارمته من شيء، كل يوم بجيب له يلي بده إياه. بس هذا الشيء غلط، لأنه المتطلبات المادية هي غير قادرة على إشباع عاطفة الطفل. هذا الشيء اللي نحن في اختلافه. تماما. أنا لما بدي إشبع العاطفة بدي يكون أنا قريبة من طفلي. كل نص ساعة جلوس مع طفل أو اللعب معه أو التواصل معه بشكل مباشر أو الحوار معه، هو بيعطي فائدة أكبر من أنه إذا رحت أنا اشتريت له لعبة لابني أو اشتريت له سيارة أو عطيته شيء هو بحبه. دائما العاطفة هي أقرب للطفل. بالعكس، أنا لما يكون طفلي متزن عاطفيا أهم بكتير من أنه منشوف نحن هذا الجيل مو عاجبه شيء. ليه؟ سألنا حالنا شي مرة ليه أطفالنا ما عم يعجبون شي؟ لأنه دائما عم نعطيهم الأشياء اللي بدهم إياها، ما عم نعطيهم مجال، ما عم ينبسطوا حتى بالألعاب، صار شي عادي روتيني بالنسبة لهم.
تماما، حتى مو ممنونين من الاهل، اي يلا خلص جبت هاي اللعبه بكره بتجيبوا لي غيرها ومو عاجبهم. ليه لوصل ابني لمرحله الفجع بالاشياء؟ لا، اكون متوازنه باعطاء الاشياء شو ما كانت ظروفي الماديه، شو ما كان مستوى المعيشه عندي، لازم دائما التدرج باعطاء الاطفال. واهم شيء انتبه لنفسيته، الصحة النفسية عنده، انتبه لمشاعره، كبت المشاعر شيء بسبب خطر كتير كبير على أطفالهم، على أطفالنا، لأنه هو مو قادر يعبر بطريقة صح، فبده يتجه لاتجاهات تانية لأشخاص تانيين، هذا الشيء بيسبب خطر على المجتمع. يعني فينا نقول إنه في جانب إيجابي اليوم من الحرمان العاطفي، يعني نحن اليوم لما نحرم طفل معين من أي شيء، من عواطف، من اهتمام، بيكون يمكن أفضل كرمال هو ما يتدلل ويتمرد لبعدين بس يكبر. ففينا نقول إنه في جانب إيجابي ولا لا هو حصراً؟ أوكي، نحن ما فينا نسميه حرمان عاطفي، فينا نسميه هو نظام متبع ضمن الأسرة أو قواعد أساسية أو خطوط أساسية أنا بحطها لطفلي. يعني الأطفال لما بتكون القواعد واضحة عندهم أو الخطوط واضحة عندهم، هو ما رح يجي يطلب الشيء أكثر من مرة، لأنه هو بيعرف أنه أنا بالوقت الفلاني رح جيب لك، مثلا لما بتعمل بتأنجز عمل معين أنا رح جيب لك. فهون بيتعلم، يعني أنا مو بمعنى أني أنا حرمته، لا، أنا نظمت أموري، لأنه في أحيانا مسميات هي أكبر من الفعل فبتعطي حجم أكبر. خلينا ننظم أمورنا، نعطي خطوط واضحة لأطفالنا، نخليهم خلص يعرفوا أنه اليوم كذا مثلا أنا بعد 10 أيام رح طلعك. أي معلي، مو بالضرورة كل يوم أخذه مشوار، ومو بالضرورة كل يوم جيب له لعبة. طبعا أنا مو من مبدأ الحرمان للطفل، يعني ما مشان المشاهدين ما يفهمونا غلط، لكن نحن عم نعيش بوقت صعب، وقت يعني كل العالم عم بتعاني من ضغوطات، الوضع الاقتصادي كتير صعب. يعني الأهل، في أهل مثلا إذا ما جابت لابنه شيء ممكن يصير ضميره يأنبه أنا ما عطيت ابني حقه. لا، حقوقه مو بالأشياء اللي نحن عم نشتري له إياها، مو بالماديات. للأسف أنا أكون قريبة منه أفضل من أني أشتري له شيء. تماماً، عم نشوف هذا الشيء على أرض الواقع. كثير من الأهالي عم بيقولوا اليوم الطفل اللي عم يدلل زيادة عم يطلع فعلاً ما عم يقدر يعتمد على حاله، حتى لا يوصل لمرحلة المراهقة ما بقى فيك تضبطيه بهذا العمر. أنت عودتيه كل شيء بده إياه لعنده، صار هذا الشيء روتيني بالنسبة له، تعود على هذا الشيء. وهذا الشيء مثل ما ذكرتي أنه بيختلف عن العاطفة المعنوية والحنان، تختلف عن جلب الأشياء والهدايا والألعاب والمتطلبات اليومية. اليوم إذا أعراض اللي ظهرت واللي ذكرتيها اللي بتظهر عند الطفل، وخصوصا الكذب، هي أخطر شغلة ممكن أنه يتعود عليها الطفل. اليوم كيف فينا نعالج هذا الشيء؟ كيف فينا نثري هذا الطفل عاطفيا ونعوضه عن هذا الشيء بعد ما ظهرت عليها الأعراض، في حال بالمنزل أو كمان لما بدنا نلجأ لأختصاصي تربوي أو نفسي؟ تمام. أول شيء، أول قاعدة أنا لازم أتبعها، بأنه كل المشكلات، كل السلوكيات اللي عم تصدر عن الأطفال هي مانا مشكلة، هي ردة فعل للأطفال، أو هي أعراض من شيء هو قام فيه، أو هو شيء مزعوج منه. بمعنى أنه أنا لما بيجي الطفل مثلا مو كاتب الوظيفة، بتجي المس فورا بتعاقبه. طيب، لحتى أكون قريبة من الطفل وأعرف ليش هو عمل هذا السلوك، بدي أسأله شو هي الأسباب يلي خلته ما يعمل هذا الواجب. أو إذا أنا حكيت طفل وصار مثلا يصرخ بوجهي، أنا فورا ما بيصير كمربي إيجابي بإني فورا أسكن إنه هذا الطفل مثلا غير مؤدب، أو هذا الطفل جاوبني بطريقة سيئة. ما بحكي هذا الكلام، لازم أعرف شو هو السبب يلي وصله لهي المشكلة. الطفل ما بيقوم بردود الأفعال إلا إذا كان في مشكلة حقيقية بحياته. لما أنا أكون مربي إيجابي وأعرف الأساس يلي هو خلاه يتصرف هي التصرفات أو هي السلوكيات، ما سميها مشكلات، فهون أنا بكون اختصرت نصف المسافة على الطفل. نحن لما منروح على دكتور مثلا في ارتفاع حرارة،
بحياتنا ما وصف لنا مثلا كمادات، مثلا باليوم مثلا خذ 20 كمادة بدون ما يوصف دواء لسبب الالتهاب بالجسم الأساسي. وهيك نحن كمربيين إيجابيين لازم نعرف شو سبب المشكلة اللي قام فيها الطفل لنقدر نعالجها، أبدا ما نأخذ الأسباب السطحية لأنه هي ما رح تفيدنا، حتى نحن لو وجهنا ما رح تفيد، بدنا نرجع على لأنه كثير من الأهالي للأسف بيعالجوا هذا الموضوع، موضوع الكذب خصوصا بالمراحل المبكرة، خصوصا إذا أثر بواجباته بالضرب. اليوم أنت مشان ما بقى يعمل هذا الشيء لازم عاقبه أضربه، هيك ما بقى يساوي هذا الشيء تماما، فهذا الشيء كتير غلط وما بصير نتبعه. وهذا الجيل مو مثلنا نحن، لأنه دائما الأهالي بيجوا بيقولوا لي نحن هيك تربينا، ونحن يا جماعة جيل غير جيلنا اختلف. هون طبعا الولد اليوم إذا أنت بتحكي كلمة بتزعجه فبيضل معكر مزاجه. خلينا واعيين، خلينا شوي نتصرف برقي مع أطفالنا. نحن اليوم عم نأدي رسالة كتير سامية لأطفالنا صدقا، إذا كنا كلنا إيد واحدة وتعاملنا بطريقة حلوة مع الأطفال رح تكون عن جد بنشر المحبة، نشر الألفة، التعاون، المحبة بيناتهم، رح ينشأ جيل كتير واعي، وهذا يلي نحن بدنا نوصل له أكيد. كتربويين أكيد. أستاذ نغم، اليوم مين هو المسؤول لحتى يعالج هي المشكلة أو هيدا النوع من الحرمان عند الأطفال؟ هل إحنا بس خلص الأهالي هنون المسؤولين يعالجوا هي المشكلة، يعرفوا يحسنوا من تصرفاتهم وسلوكياتهم مع أطفالهم ويرجون إنه هنون مهتمين فيهم، أم لا ممكن كمان العلاج يمتد لخارج البيت؟ ممكن الأساتذة بالمدرسة، أو ممكن أحيانا ببعض الأوقات إحنا نلجأ للاستشاريين النفسيين أو اختصاصيين تربويين؟ خبرينا أكثر. طبعا المسؤول الأول والأخير هنن الأهل بالبيت، لأنه مثل ما كلنا بنعرف إنه الطفل عم ينشأ من الأسرة. لكن المكمل لهي التربية أو صحيح هي السلوكيات هن بالمدرسة أو بالروضة. مو غلط أبدا إذا كان في تعاون بين الجهتين. يعني أنا دائما لما بيجوا الأهل بيجيبوا الأطفال لعندي بحب دائما أتواصل معهم. أنا بس بدي وصل فكرة أنه نحن أنا دوري مو بس اهتم بالطفل من الناحية الصحية، خلينا نقول دوري كتير مهم بإني اهتم بنفسيته. لما تابع أنا بجي بعرف سلوكيات الطفل، ردود أفعاله، شو الشي اللي بيحبه وشو الشي اللي بيكرهه. فأنا هون الطفل صار يشعر بأنه أنا قريبة منه وأنا ماني غريبة عنه أبدا، فهون رح يحس بالأمان والاطمئنان. أنا هون كملت دور الأهل. لما بتصدر سلوكيات غلط ما بجي للطفل أنه أنت عملت أنت سويت، أو حتى بكون باتفاق مسبق مع الأهل لازم تخبروني السلوكيات اللي عم تصدر عنه، شو الشيء الإيجابي اللي صار، شو الشيء السلبي. هي كلها متابعة قبل ما علم الطفل كيف بده يمسك القلم وكيف بده يكتب. هي الأشياء كتير ضرورية المتابعة دائما. وغير أنه غير بمرحلة مرحلة الروضة، خلينا نحكي عن المدرسة. للأسف الكوادر ما عم يعطيهم الألف عافية طبعا، هن عم يتعبوا، لكن من الناحية النفسية ما عم يتطلعوا على نفسية الطلاب. لأنه نحن اليوم لما عم يجي الطالب على المدرسة عم يجي من فئات مختلفة، فهن ما عم بيراعوا هذا الموضوع. في أطفال، في طلاب مثلا بتحب دائما ما بدي خلك اهتمام كامل لإلها، بس إنه كلمة حلوة. أنا لما اليوم بحكي أي حدا مثلا بلطف بحنية، فهون رح يحب يجي على هذا المكان. وهذا اللي عم بيصير فينا، إنه بفوت الأستاذ أو الأنسة هنن بيكونوا أساسا على الضغط، أكيد ما بينلاموا، بس نحاول نكون شوي لطيفين مع هدول الطلاب لأنه هنن المستقبل يلي جاي. ودائما إذا نحن ما كملنا معهم، حتى الطفل لأنه بيعاني، الطالب عم بيعاني من هي المزاجية، لازم نداري تصرفاتنا معهم. بتمنى رسالة لكل المدرسين والمدرسات شوية اهتمام وشوية هيك نفس طويل لحتى نقدر نتعامل معهم بطريقة صح، لأنه مرحلة كتير صعبة مو بس مرحلة الطفولة. تماما أكيد معلومات كتير مهمة قدمتينا إياها، ونتمنى أكيد السلامة هيك والرعاية والحنان والمحبة الدائم للأطفال أكيد وللأهالي بهي الظروف الصعبة. بقية نهار حلو لإلك، وأكيد نتمنى لك بقية نهاركم سعيد يا رب. شكرا لك أستاذة نغم ولكل المعلومات المهمة اللي قدمتيها ضمن صباحنا غير لليوم. أهلا وسهلا فيك.